إذا بعد ما دخلنا للبصرة مول نلتقي بمدير المشروع الأستاذ المهندس علي. حياك الله أستاذ علي. يا أهلا وسهلا بك. الله يخليك. إحنا سعداء اليوم نتواجد بالبصرة، والحمد لله والشكر شوي درجة الحرارة داخل المول يعني مو مثل ما برا. إي تقريبا 64 زينة. الله يساعدكم. اليوم إحنا إذا نريد نتحدث بالأرقام نتواجد بالبصرة مول. اليوم شنو اللي يميز مول البصرة اللي يعتبر من أكبر المشاريع اللي موجودة ب محافظة البصرة، شنو اللي يميزه عن ما موجود من مراكز تجارية من مولات موجودة بالبصرة؟ وإذا أريد نتحدث أيضا عن الموقع، وين يكون موقع المول بالتحديد؟ نعم، بالحقيقة كثير من المميزات موجودة في بصرة مول. أهم مميز هو موقع الجغرافي. مكان البصرة مول هو مكان في منطقة اسمها الخورة. الخورة كانت هي مكان عزيز على أهل البصرة، وكان ملتقى العوائل البصرية كلها. مكان مميز في منطقة الجزائر، قريب على البراضعية على الوفود، فمكان مميز. من الشغلات الأمور الأخرى المميزة بها هي يعني توفر به مساحات كبيرة. مساحة المول مساحة كبيرة بحدود 32 ألف متر مربع بس الطابق الأرضي، وعلى مستوى 5 طوابق، فمساحات بحدود 160 ألف متر مربع، مساحة كبيرة تعتبر كمول تجاري. واجهته واجهة عملاقة حضارية، يتميز في لاندسكيب مميز على شط الخورة، يعني موقع مهم جدا. حلو. يمكن من الذكاء انه احنا نختار موقع يكون هذا الموقع بذكريات البصرية. طبعا هو مكان مهم للعوائل البصرة، يعني مجرد تقول خورة فعلى مئات السنين معروفة هي شنو الخورة. حلو. نعم. وبصراحة أنا يعني فرحان إنه صار بهذا الصرح بهذا المكان، حتى يصير ديمومة لأهل البصرة إنه راح توفر به مساحات خضراء كبيرة، أماكن ترفيهية كبيرة، مطاعم كثيرة راح تكون به، بالإضافة إلى فالتصميم مميز وجميل جدا. إحنا دائما ببرنامج العراق قادر من يعني نروح نغطي هيك مشاريع ونشتغلها. نعم. أول ما أبدي أسأل إنه إحنا من نبدأ نأسس مركز تجاري أو مول، احنا نعاني من مشكله دائما هي مشكله البارك، الجراجات اللي ازدحامات اللي تصير، فشون عالجتوا هذه المشكله؟ يعني احنا الحمد لله عالجنا هاي المشكله، تتوفر عندنا مساحات كبيره داخل الموقع، وسوينا بنايه خاصه يعني متعدد الطوابق هي جراج، راح تقريبا السعه مالتها بحدود 4000 سياره بالساعة. يعني 4000 هو حجم حجم الجراج. اي يعني حجم الامتلاك. اي احنا متوقعين يعني هذا الجراج يعني يمتلي في 3 مرات 4 مرات باليوم. نعم. سيارات تدخل سيارات تطلع بحدود ال 4000 سياره الكل كل كل الجراج. نعم. بالاضافه لعندنا مساحات اخرى. يعني اذا شفنا بالمستقبل انه القادمين اكثر من ال 4000 ممكن نضيف مساحات اخرى، ممكن نضيف جراج اخر. يعني ان شاء الله قادمين على حد. اكو رؤيه انه تحتون كل هذا. اي نعم. اي نعم. زين، دائما تكون الشرفه او الاطلاله لكل المولات هي اما نافوره راقصه اما وول شاشه معينه حتى للاعلانات وغيرها تستثمروها. نعم. المساحات والحدائق الخضراء خليتوا هذا بنظر الاعتبار؟ طبعا واجهه المول بحدود ال 300 متر كلها واجهتها لاندسكيب. حلو. تحتوي على نافوره راقصه وضبابيه بنفس الوقت، راح تكون نافوره مميزه ضبابيه حديثه، وان شاء الله هي جاهزه حاليا خلال شهر ممكن نشغلها، يعني نشغلها كتشغيل تجريبي اول مره، بالاضافه لانه راح تكون عندنا واجهه هي يعني نهر الخوره. واللي هو اكو مشروع على شارع الوفود انه توسيع له، وبنفس الوقت يسوون يعني كورنيش على الخوره، فاتوقع راح يصير تضيف له اضافه ايضا للمنطقه هذا. اي نعم. زين. نعم. موضوع هذا الشارع اللي انتم بادلين جهد انه يكون مكيف حتى واذا كان مفتوح؟ نعم. شو كل هالسوالف بي؟ يعني احنا حتى من جينا المول البصره نصوره، زملائنا واصدقائنا بالبصره قالوا المول اللي راح يكون به شارع مكيف، يعني انا سامع انه عندنا بالدول القريبه من العراق
انه جابوا هذه التقنيه انه يكون شارع مفتوح لكن اكو بيه تبريد. نعم. خليتوا هذا اي نعم احنا هذا الشارع على اعتبار جو البصره كلش بارد. يعني شارع عندنا شارع مميز، هو الشارع اللي خلينا نقول الشارع اللي بين بنايه الجراج وبين المول. هذا شارع عرضه يعني تقريبا ينزل من الجراج من الجراج ويصعد. يعني هو نفس البنايه، بنايه الجراج بنايه المول والشارع اللي بيناتهم الرابط. الرابط وراح يكون بالاضافه الى تكون بجسرين بالاضافه الى طابق الارضي هم دخول عندنا. شارع عرضه 30 وطوله بحدود ال 185. هذا راح يصير بيه جلسات؟ راح يصير بيه كله جلسات، هو مطاعم، مطاعم طبعا مطاعم مختلفه. مطعم ايطالي وعراقي ولبناني وعربي وش اسمه وصيني وياب، كل الانواع موجوده بهذا هذا الشارع. الميزه بهذا الشارع انه راح يصير شارع مكيف، مكيف بواصل القنوات من تحت الارض. حلو. انه يعطيك يعني مو تبريد مثل خلينا نقول 20 22 درجه، ولا بحدود 24 25 انه يكسر جو. من تطلع باللاندسكيب تلقى الحراره بحدود ال 50، تدخل للاميرات تلقاها بحدود ال 27 28، فهذا كسر كبير للحراره. صحيح. بدون ما يكون مغلق. ومع هذا احنا للحالات الطارئه اللي اذا كانت الظروف الجويه يعني تعبانه راح نخلي سقيفه متحركه. قصدك اذا امطار او تراب؟ امطار او اتربه البصره تتميز بهذا، فممكن انه نغطيها بسقيفه متحركه. حلو. زين يعني ما شاء الله يعني هواي تفاصيل حلوه نشوفها، وما ميز يعني حتى الشباب وشباب برنامج العراق قادر واحنا داخلين تحدثنا عن مساحات واسعه. نعم. داخل المول. نعم. دائما اللي عندهم محلات اللي يحبون يعني ينقلون ماركاتهم للمولات يفكر بمساحه واسعه. نعم. حددتوا مساحات المحلات اللي راح تنعرض للايجار لو حسب تشطيب اللي يحتاجه ابو المشروع؟ يعني حقيقه احنا من وزعنا المساحات للمناطق المستاجره راعينا انه اكو ماركات تحتاج 1000 متر، اكو ماركات تحتاج 2000، اكو سوبر ماركت ممكن يحتاج 4000، وممكن محلات الذهب ممكن تحتاج 20 متر او 12 متر. فاحنا وزعنا الاختصاصات وقسمناها، يعني قسمنا المول والمساحات التجاريه كل من حسب اختصاصه. وراعينا يعني انه هاي مثل ماركه مهمه مثل كرم الاحذيه، هاي ماركه للاغذيه، هاي ماركه للالبسه. حلو. فراعيناها وطينا مساحات مختلفه هي حسب رؤيه المستاجر. حلو. هي مو فقط الاطفال اليوم، حتى احنا الكبار بالعمر من ندخل المولات نفكر انه نروح للقسم الترفيهي. نعم. على اعتبار اكو العاب مخصصه للكبار، اكو العاب. نعم. مخصصه. نعم. للصغار. دائما المولات السابقة بهذا الجانب. نعم. انه كل مول يفتخر انه عنده اكبر يعني اكبر مدينة العاب مغلقة. نعم. ايش قد المساحة؟ شنو الالعاب اللي راح تكون موجودة؟ يعني حقيقة احنا بالنسبة للالعاب طابق العاب تقريبا راح يكون كامل، طابق كامل. يعني سمعت حتى دولاب الهواء تدخلوه جوا يعني. اي لان احنا ايش وفرنا؟ وفرنا منطقة الالعاب يعني 18000 متر مربع، هاي 12 متر ارتفاعها. ال 12 متر تتيح لك انه يسوي العاب يعني مختلفة. أوكي. العاب عالية، ممكن سيارات طبعا، بس مال سيارات التصادم هي 3 سيارات. صحيح. ترامبولين خلينا طابق تقريبا سكة الموت. يعني احنا ممكن نفكر نسويها مبسطة ممكن تصير. وهي. نعم. العاب موجوده، اعطينا حريه انه يعني العاب مختلفه تخلي بيها تقدر. صح. هي هذا يميز، وحده من ميزات المول انه هاي المساحه الكبيره اللي هي العاب مغلقه، هاي تناسب الاطفال، تناسب العوائل، وبنفس الوقت اكو طابق خاص بصفه للمطاعم. يعني راح يكون في حاله انه فد عائله من العوائل تكون حفلات او العاب او اطفال، فكلها راح توفر بنفس الطابق. عاش ايديكم. يمكن احنا حتى من رحنا زرنا بلدان، واكيد الاستاذ علي وهواي شبابنا اليوم زاروا بلدان العالم، شفنا يمكن هذه المساحات تشوفها بالبلدان المتطوره لمولات، لكن يبقى هذا الدبوس الصغير اللي احب اطرقه انه دائما يقول لك، خصوصا انا من انزل حلقه واتابع التعليقات، انتم دائما العراق انترس مولات، يعني انتم تفكرون بس بالمولات، يعني فكرونا مساحات خضراء، لكن اكو فد قضيه. احنا اليوم نقول البصره، ترى جو البصره ما يتحمل، جو البصره حار دائما،
الصيف حار، حتى الشتاء يكون بدرجات حرارة شوية مرتفعة. لذلك أشوفها مشروع ملائم للعوائل والأسر البصرية أن يكون نافذة لهم ترفيهية ونافذة أنه يقضون إن شاء الله أوقات ممتعة بهذا المول. أنا أشكرك أستاذ علي، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله إحنا بعد إذنك نصور بقية التفاصيل ونلتقي ببقية المهندسين حتى نكون على اطلاع تام بمول البصرة. موقع قدامكم. أهلا وسهلا. الله يخليك، شكرا حبيبي أستاذ. ممنون. وهسه وصلنا نلتقي بالمهندس جوزيف. حياك الله استاذ جوزيف. السلام، شلونك؟ شلونك؟ الحمد لله. الله يخليك. منين جيت؟ من لبنان؟ من لبنان انا. حياك الله، تحياتنا لك ولاهلنا بلبنان. شكرا شكرا. الله يوفقك. شلون شفت جو البصره؟ اوه حراره كلش عاليه، يريد لها تبريد هواي. شوي شوي ان شاء الله. على ذكر التبريد وعلى اعتبارك انت هذا اختصاصك هو منظومه التبريد بمول البصره، سولف لي عن منظومه التبريد. كملت 100%؟ شلون كانت البدايه؟ وشنو يعني آلية التبريد شلون راح تكون؟ نحن هون اخذين تنفيذ منظومة التبريد بالبصرة. ايه. منظومة التبريد بتعتمد على الشيلرات، كولينج تاور بالخارج، وبالداخل الفان كويلات. حلو. تتبرد. كل المنظومة منظومة دكتات مثل ما انك شايف. احنا بالعراق نقول تبريد مركزي. تبريد مركزي صحيح. ايه. صحيح. ايه. توزعت على كل الطوابق؟ توزعت على كل الطوابق، اكيد الشيلرات والكولينج تاور بالخارج، بنحط فان كويلات بالداخل. نعم. ومثل ما شفت انه تقريبا خالصين تقريبا كل شيء، الدكتات خالصين، الجريلات راكبين، والفان كويلات ومشروكين الشيلر والفالفات كلهم مشروكين. زين. حتى بواري الكندنسيشن تبع ماي التبريد كله خالص. حلو. يمكن اليوم اكو صار تسابق شركات التبريد تتسابق بمنظومات التبريد اللي ما تستهلك اكثر طاقه للكهرباء. صحيح صحيح. هو التشيلد ووتر. ايه. هو التشيلد ووتر سيستم هو لهيك ضخامه مول ولهيك كبر مساحه، هو اضبط منظومه للتبريد. بتوفر لك كهرباء. نعم. وبنفس الوقت بتعطيك فعالية كبيرة بالتبريد. حلو. اللي هو أفضل نظام هسه. أفضل نظام. وأحدث نظام. بالمشاريع الكبيرة أكيد هو أفضل. حلو. أفضل نظام. يمكن إحنا من نجي نصور هذه المولات نشوف الدكتات، أكو مسارات اللي هي مسارة منظومة مكافحة الحرائق وأكيد عندك اطلاع عليها. صحيح. من المهم والضروري جدا بهيجي أماكن كبيرة وهيجي مشاريع ضخمة إنه إحنا نتحدث عن موضوع مكافحة الحرائق. صحيح. صحيح. نعم. نحن منظومة مكافحة الحرائق بالبصرة مول هي منظومة سبرينكلرات. فضل. يعني مرشات. ايه. يعني هي منظومة فاير بامبس. نعم. فاير بامبس وبتوصل على المرشات وهن بحالة الحريق تفتح وبترش. بمنظومة الفاير الار اللي هي المنظومة هي بكل زون بينحط مثل فاير الار مثل قطعة حساس. نعم. هو بيتحسس وبيعطيك علم بحال صار حريق باي منطقه صاير الحريق. حلو. بيعطيك الارم كرمال دغري الدفاع المدني او الكادر او كادر يعني يروح على المنطقه نفسها مطرح ما صاير الحريق. احسنت استاذ جوزيف. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك. اتمنى لك اقامه جميله بالبصره. شكرا جزيلا. ان شاء الله يكمل هذا المشروع وهو اكيد بصمه لك ولكل الشركات أكيد. اللي تعمل بهذا المشروع. شكرا شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هسه وصلنا للشباب ويانا المهندس مصطفى. حياك الله استاذ مصطفى. كل الهلا بك استاذ. اهلا وسهلا بكم. الله يخليك. حلو انه هذه المجمعات التجاريه الكبيره والمولات صارت فرصه عمل للشباب. اي اكيد اكيد. وانت صحيح. من الشباب اليوم اللي لهم دور كبير بهذا المول. خلينا نتحدث عن اختصاصك، شنو اللي اختصاص اللي تشتغل عليه بالمول؟ انا هنا اشتغل على الكهرباء. على الكهرباء. مالت الكهرباء. زين. عندنا هنا هسه اذا اريد نبدي بالكاميرات نسولف على الكاميرات. اي كاميرات المراقبه. اي كاميرات المراقبه، احنا تقريبا وزعنا بالمول كل طابق
تقريبا بالحدود 75 كاميرا. حلو. ويزايد العدد حسب الاحتياجات طبعا. نعم. يعني يجوز تصعد 78. نعم. بال 80 نصعد الكاميرات اللي وزعناها. وعندنا كاميرات خارجيه تقريبا بالحدود 40 كاميرا خارجيه على سور المول. حلو. بالضبط. وغير الكاميرات اللي باللاندسكيب. يعني انتم وزعتوا كل زاويه وكل جزئيه موجوده بالمول خليتوا بها كاميرا. اكيد اكيد حاولنا نسيطر على كل اجزاء المول. حلو. ما خلينا شيء فارغ. مرات يقول لك انه هذه الكاميرات هي موجوده لمراقبه الناس، ومرات واحد يقول لك لا هي لمراقبه السكيورتي وامن المول. الغرض من الكاميرات شنو؟ أكيد حتى الناس تعرف. سكيورتي اكيد. يعني لحمايه المول لا سمح الله من الاقدار، ممكن تصير يعني حاله طارئه. وعلى ذكر الحاله الطارئه اكيد عندكم منظومات تحسس اذا صار عندنا حريق لا سمح الله، اذا صار عندنا شيء داخل المول. اكيد اكيد عندنا منظومه الفاير الارم هي متحسسه للدخان، تتحسس اي دخان، يعني احنا نقول نسميها الانذار المبكر للحريق قبل الحريق. يعني انتم على اعتبار عندكم مطاعم راح تصير وهذا اللي يشوي وهذا اللي يقلي، هاي ما لها علاقه بها؟ لا اكو متحسسات خاصه بالمطاعم. احنا نستخدم الممرات المول واماكن اللي ما بيها دخان نستخدم السموك ادكتر، اما المطاعم والمكان اللي بيه دخان نستخدم الهيت ادكتر اللي تتحسس الحراره. حلو. اذا صعدت الحراره راح تنطينا انذار انه هذه المنطقه صار بها مشكله. انا اشكرك استاذ مصطفى. حبيبي. حبيبي الله يوفقك ان شاء الله وكل الشباب اللي موجودين بالمول، شكرا جزيلا لك وان شاء الله الايام تجي نجي لهنا انا وتقعدنا في مكان ان شاء الله كلنا الله يخليك وراعد تسولف لي تقول احنا اشتغلنا هيجي واشتغلنا هيجي، وهذا فخر لك انت اليوم كشاب وحال الشباب اللي موجودين انه لهم فخر يتركون بصمه بالمنجز اللي موجود بمحافظتهم. اكيد اكيد. شكرا لك حبيبي. شكرا استاذ. ممنون. وهسه بالعراق قادر وصلنا انه نختم مشوار حلقتنا بمحافظه البصره العزيزه الفيحاء العاصمه الاقتصاديه للعراق، من المشاريع الضخمه والمهمه اللي راح تترك اثر كلش طيب لاهالي البصره. نقدر نقول لكم اودعناكم، لكن انتظرونا بمنجز عراقي اخر وايجابي، دعما للايجابيه بالعراق يبقى العراق قادر بهمه شبابه ومهندسيه. اودعناكم.